الواجب الديني الداعي كملك البلاد وكخادم هذه الأمة وكأمير المؤمنين أنني كما أن البيعة ديالهم ليا بقيت في عنقهم أنني نوض نقوم بواجبي ونلتحق بالشعب ديالي في الصحراء. كيف غادي يلتحقوا به؟ ما هي الطريق التي سنستعملها؟ لا يمكن في آن واحد أن نتحاكم أمام هيئة الأمم المتحدة وأمام محكمة العدل وأن نقوم بحرب تريق الدماء وتذهب بالأرواح. هذا تناقض وهذا نوع من التعامل لم يكن من شيم المغرب ولن يكون إن شاء الله من شيم المغرب. انتظروا من الحكم انت على هاي اللي هو حكم انا تعتبره حكم وكان ما تقولوا فتوى او استشارة انت تعتبره حكم. انتظروا من الفتوى انها تجيب لنا في واحد العلبة جميلة مزينة تجيب لنا حجاج الارضية ديالنا وحجاج امتلاكنا للصحراء. عدم باب الخيال يبقى شعبي العزيز إلا شيء واحد، أننا علينا أن نقوم بمسيرة خضراء من شمال المغرب إلى جنوبه ومن شرق المغرب إلى غربه. علينا شعبي العزيز أن نقوم كرجل واحد بنظام وانتظام لنلتحق بالصحراء ولنصل الرحم مع إخواننا في الصحراء.